عسلامة. عسلامة. لاباس؟ لاباس الحمد لله. عرفني عليك. محمد صالح. محمد صالح دوز من مهد مدينة بوحجب ولاية القيروان. مرحبا بك. عندك مشكلة؟ عندي مشكلة، عندي شايب مرض معاق مسكين، هاي بطاقة الإعاقة معايا وكل شيء وثائقي معايا، وعندي المرأة توفت لي مرضت خلت لي ثلاثة صغيرات، بنية صغيرة عمرها 6 سنين والبنات الكبار دوزيام تو دوزي. الله يرحمها ساعة مليتر تعيش وترحم عايش أخت، فهمتني؟ بلعت بالديون، مشيت عملت قروض من البنك فهمت، وعملت قصاصات البرة من شركة فريخة، وعملت الودادية كالبرتابلويات يعطوهن فيهم. انت مسيو شنو تعمل في حياتك؟ نعمل حراسة في معهد في مدرسة اعدادية. يعني موظف؟ ايه فهمتني. شهرين مشيت الضرب الكراء حابس تو معناه فهمت. انت كاري؟ كاري ايه، ما عنديش دار. لا اله الا الله محمد رسول الله، وقصين علي الضو وزوز ملاي فهمتني، وحبس والله 3 ايام تو من جهه جيت هنا هربت اصلا من الديون نتاع العباد، اقسم بربي هربت يا مطر، اقسم بالله هربت. 3 ايام في تونس؟ 3 ايام انا مطيش باوراقي بكل، ما دليت حتى شيء، ما عرفت وين نمش، ما لقيتش حتى حل، مشيت للبنك ما باش تعطيني قرض على 10 سنين. ايه ما انت عندك قروض اخرى معناها؟ عندي قصاص البر، البنك مش طلع لي عاد المنافق، وعاد المنافذ قالوا لي وقفوك ما عندكش ما نحجزولك مثلا، ما عندناش ما نعقلوا ما عندناش حاسب باسمك، معناها مش يوقفون، هاتوا اعطوني قرض على 10 سنين مثلا قيمه 40 مليون خل نخرج من الوضعيه والديون الواحد، وخلي عندكم شاريتي خل نرتاح، انا النوم ما عادش نرقدوا، اقسم بربي وربي وعزته النوم ما نرقدوش، ترقدوا العباد ما نرقدوش، كل يوم العطار يحب معناها حبس ما لا غير، باش نعمل؟ اعطوني حل اختي شنو مش نعم. انت جيت لهنا لتونس وبناتك وحدهم غاديك؟ بناتي وحدهم مطيشين، هما والمراه جديده، والمراه جديده زيدها تو اوراقها عندي، زيدها مريضه بالسكر والشحم بالدم. كل يوم عند الطبيب، البنيه الكبيره اللي عمرها تو 18 سنه تفاجعت على امها تو 7 سنين من اللي مات تم. تفاجعت على امها مرضت بالسكر. عليها؟ ما عندي عايش اختي، عايش كي طبين وبي. فهمت؟ قول لي اختي شنو الحل؟ نهجنا جيت ماشي ليبيا بدو يبكوا، حبيت نهرب اصلا، حبيت نمشي غادي ندبر اموري، دول بناوي يبكوا نهرب مش نمشي، اش عندي نعمل؟ مال بناتي موتة بالشر قدامي هنا تو، اقسم بربي يا ربط ما نحبش نشوف البنات هكاك، وكل يوم جايني حد اعطيني متاعي وكل كذا، مش نهرب دو يتباكوا، قال لي اما ماتت وزيد ماما ماتت وزيد انت تمشي باش نعمل؟ انا وصلت مش نعمل حد لحياتي، نحب نموت والله، سي في جحيم اقسم بربي في جحيم، وراس سميمتي نار حمراء. قول لي مادامش مش نعمل. انت اللي كيف جيت لتونس؟ علاش جيت لتونس؟ تونس حبيت اي برنامج اي مشكله، مشينا شوي الناس الكل اللي هذاك ما عندك ما تعمل وما يعملوك شيء ما حد مش نروح. حبيت تقابل انت؟ حلال انت اقسم بربي. حبيت شكون تقابل؟ حبيت اي اذاعه، جيت نسال هنا، جيت الناس ترشدني معناها من جيت هنا. قبل الاذاعه، قبل الاذاعه، انت كي هبطت هنا لتونس شنو هي الغايه منها؟ برنامجي الغايه اني غادي في ولايتي غادي، واحد قالوا لي برا البرنامج جعفر القاسم. فهمتني؟ انا نقصد معناها من السلطات المعنيه، انت حبيت شكون تقابل في الحكايه هذه باش تتحل؟ قبل اللي يحل لي مشكلتي هذاك هو اللي يقابل. حب نمشي لاي انسان يحل لي مشكل، ما لقيت حتى حل، هنا اللي هذه يسدني يقول لي راك شيء ما توصل حتى لشيء، ما نقسم بالله ميت تريتني ترى كيفاش ولد حلال قال لي برا برا، والله لا ريتكم والله عظيم وربي لا ريتكم، قال لي برا تحب تحل مشكلتك تو شوفك حل برا. انت شنو هي طلباتك بالضبط؟ طلباتي يعطوني اي بنكه توسع عليا في القصان معناها على 10 سنين تو 5 سنين، مش يعطوني 20 مليون ما يحلوش لي مشكل، فهمتني؟ لا تخلص لي شركه ولا تخلص لي ديوني البر ولا حتى شيء، كي ظل على 10 ولا 15 سنه للتقاعد، انا 48 سنه، كي يعطوني قرض للتقاعد ما يعطوني حد بليش، ما نحبش بليش، يعطوني على شهريتي 15 سنه، اختي النجم يعطوني على حد 40 45 مليون. حل مشكلتي وترجع هاك الصغيرات الحياة ونرجع للحياة، انا في ميت. صغارك كيفاش عايشين وكيفاش عايشين الكلكم غاديك؟ مش على عين المكان، تمشي معايا اختي تو تشوف على عين المكان. احكي لي اوصف لي. كارثية، ما يفطروش بالعمل. ما يفطروش.
يمشوا يقروا صايمين ويروح. ما لقيتش منين حبس، ما لقيتش منين. واو كان تقروا ها موراق ولا تهزوها معاكم وتو تنتم تشوف خدمه اخرى؟ اش مش نخدم مدام يعني بخلاف خدمتك هذيك تدبر خدمه اخرى؟ ايش نخدم ريت ايه نسيت نعد روحي يعني. اخزر اختي استنى اختي شوف كي سبحان الله الحمد لله يا ربي هذاك الفضل من عند ربي. انا راه فهمتني محبه من عند الله. طيحني الموتور طفاليك ان شاء الله ربي مشي للسبيطار يجبسولي نحيت الجبس بعد 45 يوم هيدي برد تعوج. اخزر اخزر اختي اخزر اختي شوف طفاليك ان شاء الله لاباس. ما قلت باش نعمل عمليه في المصح اللي نمشي له قلت ما عنديش باهي. طحت مشيت للسبيطار مشيت للسبيطار لا غالب مبيص وما خلصت الزاد ما قلت باش نخلص مش نرجع على من نشوف مواعيدي. افهم انت الباقي افهم الباقي يا اختي دبر عليا ما دامش مش نعمل هنا. نيتك في بالهم بالوضعيه هذه؟ نعم شكون وضعت بنتي الكبيره كي تشوفها تو انت بعد وحدك ما تبدا تبكي ما عادش تحب توكي كي تراني هناك. اقسم بالله بكري تطلب فيه تقول يا بابا راني نموت كان تصير من جيت حد حد يقتل فيه سرنا تو هنا ثلاثة ايام لا ماكلة لا مضاك. اقسم بالله لا ماكلة لا مضاك قول لي باش نعمل لما ما لقيت حتى حل. شكون يعاونك؟ يعاوني لكن نحب يعاوني لكن بضمان باش نخلصوا مش من فهمت ما نخلصوا ما نحبش سين ننزلوا ولا واحد نحب نخلصوا يعطوني قرض على شهريتي نخلص العباد فهمتني. نحبش ناخذ حاجه كيك اللي مش يعمل لجر الناس اللي عندها الفلوس ينجم مثلا عنده مؤسسه شركه ياخذها ويستقبلها شهريته ويقص علي هذا المطلوب. قلت لي فما شكون يهدد فيك؟ ما تصل هربت. شكون اللي يهدد فيك؟ واحد يحب مني فلوسه. قديش؟ يحب ناخذ فلوسه. قديش؟ 50. قال لك اعطيني فلوس. كل يوم هو محبس لي قدام الليل. انت الفلوس هذوما الفلوس هذوما تسلفتهم؟ تسلفتهم اي. ما لقيتش باش ترجع. ما لقيت باش. ما لقيتش باش. واللي يعطيك فلوس بالمزود راه. اللي يعطيك مليون. اللي يعطيك مليون يقول لك بزوز، علاش تبيع تغشت هي؟ يعطيك مليون اللي عنده فلوس ما يسلفوهاش. واللي سلفك يا يذبحك يا لا، في البلاد ريتو اللي سلفك المليون بزوز يا ولا لا. هذا يا وضعنا 96 609 638